معاكم ريل علي بهزاد في الحلقة الأولى من الإمبراطور أدريانو. هالجيم ألعب مباريات ضد الكمبيوتر، ببدأ من بيجنر رايح لين أمتشار وبروفيشنال لين سوبر ستار. كل ما أدريانو يسجل جول أو أسيست أو يحصل مان أوف ذا ماتش أو إنه نفوز في المباراة راح يحصل على 100 نقطة حق كل هالأشياء. ومتى ما نحصل 400 نقطة نقدر نروح نطلع لاعب من كل اللعيبة اللي لعب معهم أدريانو في الأربع سنين اللي كان فيها في الانتر، نروح نطلع لاعب نقدر نخليها الـ400 عندنا أو نزيد عليها يعني ما تصير عشان نطلع 5 لعيبة مع بعض. متى ما نتطور من بيجينر للأمتشر يعطونا بعد ناخذ 800 نقطة زيادة عشان كل ما نتطور يكون عندنا لعيبة أحسن عشان نقدر نفوز. الجيم بيخلص لين ما نوصل حق الليجند ديفيكولتي. نبدأ بفريق كله فيه هاي اللعيبة اللي فيهم بيس غير أدريانو البطل. الفريق كله بيعتمد على أدريانو، متى ما نطلع لاعب على طول بنحطه معاه عشان نقدر نخلص السيريز. بنبدأ ان نسوي راندمايز حق الفريق، يعني مثلا بنلعب ضد ساوثهامبتون في الأول مباراة لنا، او ان اقدر اروح دوري الفرنسي الايطالي او الاسباني. يلا خلنا نشوف من بنلعب اول مباراة سيريز واتفورد. زين فريقهم جيد، عندهم ترويديني وذلفويو حارس وسط، بس بنقدر عليهم عندنا أدريانو الإمبراطور. مباراة اليوم أدريانو بيك تمسخرهم يا أدريانو، علمهم من الإمبراطور، علمهم. أدريانو راح، أدريانو راح، يسدد للغبي. أدريانو يسجل الهدف الأول وهذه 100 نقطة بعد. أدريانو يصلح حق ديكازوكوتشا ويسجل جول. من واتفورد؟ من تكونون أنتم؟ شرحون لي على شعاركم بس. أدريانو يعطي ديكازي كون، لكن أدريانو يبي يسجل. أدريانو أبي أطلع لاعب أنا بعد هالمباراة، أبي أطلع لاعب. هاي 300 نقطة. أوه كان نبطهم باب، أعطيهم 11 يا حبيبي. خلنا بس نشوف كم جول وأسيست أدريانو جاب لنا. أدريانو حصل على أفضل لاعب في المباراة فهاي 100 نقطة. سجل 8 جوال هاي 800 نقطة، فعندنا توتال 900 نقطة. ثلاثة ستات في المباراة اللي طافت أدريانو كان عندنا 2100 نقطة. أنا حط كل الأسامي في صحن، فخلني الحين بسحب وبشوف من اللاعب اللي يطلع لي. اللاعب الأول فاندر ميدا، اللاعب الثاني فافيلي، اللاعب الثالث كاراكونس، كاراكونس اليوناني هاي. سحبة الرابعة من يطلع لنا الكرواتي بروك. زي هاي آخر سحبة لنا كيلي غونزاليز. وكا حطينا اللعيبة، حطيت فاندلية على اليمين بروك، حطيت تحت ومع انه مكانه، بس يلا اقدر بعد اسوي شيء. بس ما ادري ابي يسمونه كراجونس من قدام مكان المهم. حطيت غونزالو ثاني وكافل بعد سيدي. المهم ادريانو يعني نفس كالعاده سجل يصنع عند اللاعب بوك اكثر. يلا نلعب ضد ساتشي رينز. المهم يلا أدريانو أسيست، الجول حق ديكاز بيرون عند ميدا، عند ميدا. وانتم مع أدريانو، أدريانو سلام يا فاندمية. اللاعب الجديد يصنع الجول حق أدريانو. شوف بس، شوف يدور أدريانو. شو الوان تو ثري رجع له يلا حق الفور بوم. Yeah.
11. بطيتهم 11. خلنا نشوف ادريان ايش سوى في المباراة. زين حصل على افضل لاعب في المباراة. 6 اجوال و4 اسيستات. يعني 600 1200. وبخلص الحلقة الحين وإن شاء الله استمتعتوا. بنسحب اللعيبة اللي داد من بداية الحلقة الثانية وإن شاء الله استمتعتوا. يلا مع السلامة.